أنا أشبه ما تفعله النساء في زماننا مثل ما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا فنفذ أعداؤنا منه. يعني النساء أهملنا تربية أولادهن فخرجنا أقزاما، ولدنا أقزاما، وكبرنا أقزاما، ولا أقول متنا أقزاما أيضا. الأمة لا يزال فيها خير بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كالزمان الماضي، ليس كما فعل السلف الماضي. فإذا استقامت المرأة فهي قاعدة البنيان، إذا استقامت المرأة في زماننا استقام الجيل كله، إذ هي التي تربي وهي التي ترعى. وقرأت أن أم محمد الفاتح يعني وهي تربيه كانت تأخذه إلى البحر وتحدثه أن وراء هذا الماء بلادا ينبغي أن تفتح، وكانت تحدثه عن الجهاد وكذا، حتى خرج هذا الرجل ففعل ما فعل ونال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي رجى أن يفعلها كل الصحابة من أول معاوية بن أبي سفيان إلى زمان محمد الفاتح، كلهم يحاول أن يفتح القسطنطينية فلا يستطيع أن يفتحها عليهم. حتى فتحها محمد الفاتح، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. فأقول يعني مثل أيضا الدعوة التي طالت يزيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أيضا الدعوة التي طالت يزيد الذي هو الجيش الذي ركب البحر، يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في زماني. أي نعم. في زماني. أي نعم. يعني مش لازم هو، أنا أقصد اللي هو هذا الرد على من يتجرؤون على يزيد. أي نعم. رضي الله عنه وعلى أبيه. أي نعم. فأنا أريد أن أقول يعني انظر إلى رد فعل زوجة أبي الهيثم، ما قالت له يا رجل وأعطاه ليخدمك وليه ما كان يساعدك وكان يروح ودي. لم تنظر إلى هذا، كانوا يعيشون في الدنيا بأبدانهم ولكن أعينهم تطل على الآخرة. يعني كانوا إذا فعلوا شيئا في الدنيا كانوا يحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى في هذا.